ورجعنا تاني في بيت أميرة، والنهاردة منورانا معجزة صغننة، معجزة الشعر كده، اسمها سما محمد فرحات. ازيك يا سما؟ منورانا والله. الحمد لله. نور. عاملة ايه؟ الحمد لله. عرفينا بيكي كده. انا اسمي سما محمد فرحات، السن 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، دار الزفت التعليمية، محافظة الغربية، مدرسة إحسان عبد القدوس. ما شاء الله. موهبتي الإلقاء الشعر. ما شاء الله عليك يا حبيبتي، ربنا يزيدك يا رب. عرفت ان انت بتنشدي كويس قوي، ما تعرفينا كده وتنشدي، امسكي المايك كده وقولي لنا حاجة بقى النهاردة. انت بتحبي ايه من الشعر؟ بحب قصيدة انا حبيتها جدا جدا، لما جيت اكتب عن امي. تمام. لما جيت اكتب عن امي، قلت عنها شايلة همي، قلت تتجري في دمي، قلت ياما حاجات كتير مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي، عجزة قدام القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سر، اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد، حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة. في التعب كانت بتسأل، جه مؤنث جه مذكر، جه بيضحك جه مكشر، جه على الدنيا بسلامة، وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكانت بتحضن بابتسامة، وقتها ما كنتش بفكر، ده الضنا جه من الضنا. لما جيت اكتب عن امي، لقيتني بكتب عن انا، لما جيت اكتب عن امي، عاجزه قدام القصيد، عامل الف زعق وقف، قال لي ما تفهم يا ولا، ده انا مشترك باسم من لا شريك له، واول الاسم الالف، واول الام الالف، ودي من الصدف، ربك بيخلق من العدم، ربك بيخلق من العدم، خلق الالم وهنا على وهن، شالتني لحد ما بلغت الحلم، ويا ما بتدلع عليها، ويا ما بتمنى عليها، ويا ما حوطتني بجناحها، ويا ما دمعت بعينيها، ومن ايديا تاتا تاتا، ورجلي داست على البلاطه، وداس عليها عجل زمنا، وكانت بتحضني ببساطه، ولما بتعب كانت تكشر، كانت تجيب لي الشوكولات. كبرت فجأة لقيتني بسأل عن العيال اللي مصاحبهم، عن العيال اللي مصاحبهم في الدراسة، خش ذاكر، اجي اتدلع تقول لي ده انت راجل، ده اللي قدك دخل دنيا، بص يا ابني خلي بالك، السنين زي الكولون تحطها بتطير بسرعة، ما تلاقيش لهواها ريحة، السنين بكحة وصريحة، ام ما بتعرفش تجرح، بس يا ما بقت جريحة. وشكرا. شكرا ليكي بجد، وجد انا تهت معاكي في القصيده، ما شاء الله جميله جدا، ربنا يخليكي يا رب. انا عايز اعرف مين اللي اكتشف موهبتك اصلا؟ اللي اكتشف موهبتي بابا، لما كنا يعني اذاكر وفي وقت فراغ، كان هو بيجي ويشجعني ويقول لي طب ما تيجي كده نجرب قصيده، وكان بيجرب معايا، لحد الحمد لله بقت بقول القاء حلو، وبقت القاء شعر جميل حلو. جميل يعني حلو قوي. بيدعمك من اسرتك؟ كان بيدعمني ماما، ربنا يخليها ليا، هي اجمل، هي اجمل نوجه هديه من الرحمن. حبيبتي والله هي اجمل هديه من الرحمن، ربنا يخليها ليا يا رب، اجمل حد في حياتي. وطبعا بابا هو اللي برضك شجعني، هو اللي اكتشف موهبتي، ومن طبعا من خارج الاسره، خاله وخالته. تمام. ايه دور المدرسه بقى بالنسبه لك؟ كان بعض المعلمين والمدرسين لما اكتشفوا موهبتي قالوا لي احنا عاوزينك تطلعي في كل اذاعه تقولي كده. كنت بقول بعض القصايد بقى، فهم عجبوني يعني، فقلت حبوني يعني، وبقت بقول. انت شم الريحه الحلوه دي؟ ريحه الطبخ ما شاء الله. تيجي نقول للشيف عملت ايه كده؟ عملت ايه يا شيف؟ حطينا الفلفل خلاص اهوت حضرتك. تمام. والكباب حل اهو، فاضل بس اخر حاله هنغرفه ان شاء الله. تمام. والرز خلاص عندي، رز ما شاء الله ما بياخدش بالظبط تلت ساعه بالظبط، ما شاء الله اهو، اقل من تلت ساعه كمان، ظابط كل حاجه بجد يا جماعه، والله انت تشوفوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تمام. هنرجع لحضرتك بعد ما نخلص مع الضيفة. ازيك يا سما؟ الحمد لله. عايز اعرف منك بقى، يعني نفسك تقولي ايه لماما في عيد الام؟ احب اشكرها جدا جدا جدا، ربنا يخليها ليا، ده هي احلى هديه اصلا من ربنا جابها لي،
بشكرها جدا جدا عن التعب اللي هي تعبته لي، وبشكرها جدا جدا، وبشكرك يا استاذ اميره. ربنا يخليك. هي اللي وصلتني ان انا اجيت هنا لحد حضرتك، وبشكركم جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي. طب انا حابه ان انت تقولي كمان قصيده عن الام، يا ريت. ماشي. تمام. انا قطعه من جسدها ونبض من فؤادها، انا لا اكون لولاها، والله ولا انعم بالحياه بلاها، انا سر وجودي كيانها، وتوفيقي يكون بدعائها، هي هبه من الرحمن، وتحت قدميها الجنان، امي امي يا بسمه ثغر، وفرحه عيني يا باقه زهر، وقصيده شعري آه يا أمي، آه يا أمي، كم عانيتي، كم شقيتي، كم تألمتي، وكم ضحيتي، لا أعرف كيف أوافيك، وبأي عبارات أهاديك، أركع لك حبا، أركع لك حبا، وأقبل يديك عشقا، أطلب رضاك دوما، وأصلي لأجلك عمرا، سامحيني سامحيني يا نبع الحنان، فأنا عاجزة عن الكلام. شكرا. جميلة ما شاء الله. احنا معانا مداخلة الأستاذة فاطمة، نقول ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أميرة والله حضرتك ممتاز جدا، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لك. ممكن أكلم الشيخ محمد طعيمة؟ اتفضلي، تحت أمرك. معاك. ألو. أهلا فيك. أمور حضرتك؟ والله منور الدنيا اختي فاطمه، حضرتك من ساعه ما كنت في قناه اللي تي في. والله ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك، وحاجاتك كلها ممتازه والله، انت فيك قد الدنيا والله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك لك في الحاجات اللي بتنزلها، ومستنى منك حاجات احسن من كده بكتير ان شاء الله. جربي البصل المشوي بس مع كباب الحله. لا والله جميل، والكبده والرز والكبده دي لها التوابل بتاعتها قبل ما تنزل على النار، ناس كتير تحط كل حاجه لوحدها، ده بيفقد طعم الحاجه. لا كويس جدا المعلومات. انا هجربها بالطريقه دي، وان شاء الله هتبقى ممتازه جدا عشان حضرتك اللي عملتها. ربنا يبارك في حضرتك، ده من ذوق حضرتك بس. انت نورتينا جدا ان شاء الله، نشوفك في مكان احسن من كده، وعايزينك على طول معانا في برامج وكده يا سيدي. ربنا يبارك لك، كله بفضل الله ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله. متشكره ليكي جدا. هنرجع تاني بعد ما خلصت يا شيف، هنرجع مع الضيفة. اتفضلي. ايه يا سما، انا حاسه ان انت بتاخدي كورسات حاجه، بتتدربي مثلا، ان ما شاء الله القائك كويس، ولا تليفون ولا اي حاجه، حافظه ما شاء الله. هو حاليا انا باخد في البيت عشان ازمه كورونا وكده، بابا هو اللي بيعلمني القصايد، وكان هو علمني شويه وشويه وشويه لحد الحمد لله لهكبر وابقى شاعره جميله ان شاء الله باذن الله. احنا بس هنشوف الرز. الرز خلاص خلص، الكاميرا بس تجيبه. بسم الله ما شاء الله، رز بالبسله والجزر ما شاء الله، تغيير عن الرز الساده، تغيير عن الرز المصري، تغيير ما شاء الله. تسلم ايدك يا شيف والله. ممكن بالجمبري برضو. ما شاء الله. ممكن بالخضار، يعني اي حاجه ثانيه عادي. تمام، كل حاجه متاحه. تمام، ان شاء الله فقراتنا كتير مع بعض ان شاء الله. والكبده خلاص برضو جاهزين ما شاء الله، والكباب حله بسم الله ما شاء الله. جميل. ريحه البصل لما بتحرق بيدي تيست عالي خالص بجد. في الفرن. تمام. غير البصله الثانيه، غير البصله الاولانيه، غير البصله بتاعته العاديه خالص. تمام. التيست كله مع السمنه البلدي والبصل المشوي، ده التيست بتاعه. لا جميل، الريحه اصلا لا يعلى عليها بجد، جميله جدا، وتسلم ايدك. ربنا يبارك لك. ربنا يخليك. هنرجع لسما، انت شم الريحه؟ جوعتي؟ ما شاء الله. جوعتي؟ عايزه اعرف منك ايه اكتر شعر بتحبيه؟ احب اقوله اليوم يومك. طب ممكن نسمعه منك برضك؟ ماشي. تمام. اليوم يومك والعيد عيدك، يلي دخول الجنه بايدك، لما بترضي ربنا يرضى، يغضب لو يسمع تنهيدك، يا مسهرتي عشان تعبان، وبتسقيني حنان في حنان، لما اغيب لو بس شويه بتقابليني بالاحضان، وصى رسول الله باحسان،
وكمان وصانا القرآن، لو هديك القلب هدية والدنيا معاك برضو شوية، ياللي مليت القلب بحبك لك مليون فضل علي، جنة ربي تحت قدامك ورفع رب العزة مقامك، ونرهن إشارتك يا حبيبتي وهكون طول عمري خدام، عيدك أبدا مش يوم واحد، واللي يقول كده قاسي وجاح، واللي يسئل الأم يا ويله مش هيشوف راحة يوم واحد. شكرا. جميلة جميلة ما شاء الله عليك. بسم الله ما شاء الله. احنا معانا أم عبد الرحمن. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ محمد بعد إذنك. اتفضلي يا شيخ معاكي. أيوة يا شيخ. مرحبا الله يخليكي أم عبد الرحمن. منور يا شيخ والله. الله يبارك في حضرتك أم عبد الرحمن. والله العظيم منور، ربنا يعزك يا شيخ يا رب، ومشكرين على كل حاجة بتعملها حلوة والله. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي أم عبد الرحمن. ما شاء الله حضرتك أنا واحدة فيكي بس والله بتعلم من حضرتك. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك في حضرتك. عايزين نشوف حضرتك دايما كده يا شيخ ومنور. إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون معانا يعني تدينا حاجات جديده كده الكبده الجميله كل دي بصراحه. كل مره ان شاء الله هيكون في حاجات جديده ان شاء الله. ان شاء الله يعني حضرتك هتنورنا على طول باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كله بالتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله يا سيف منور، ربنا يعزك بجد. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي على الحاجات الحلوه دي. ايه رايك في الاشكال الجميله دي والاكل؟ لا الكبده تحفه تحفه بصراحه على فكره يعني كل حاجه ريحتها جميله في الاستوديو يعني انا جوه. هتاكلي دلوقتي؟ طيب اي حاجه علينا. طيب انت تأمري انت تأمري يا حبيبتي والله. ربنا يعزك، شرفتينا والله. ربنا يعزك يا حبيبتي. ربنا يخليك، انا متشكره ليكي جدا. انا ما شاء الله. ايه الجمال ده بجد، الكبده جميله جدا. تسلم ايدك، هدويها دلوقتي ان شاء الله. اه ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. في حاجه يعني كله تمام كده؟ اه كله تمام، انا جاهز. اه خلاص تمام ماشي. هنرجع بقى لسما. هي نفسها تقول حاجه عن الوطن وكده، فقبل ما تقولي حاجه للوطن نفسك تبقي ايه؟ ابقى مهندسه ديكور ان شاء الله بجانب الشعر، وان شاء الله ابقى الف شعر كمان. والله يعني انت نفسك اكون مهندسه ديكور. طب ايه اللي جاب الديكور؟ انا بحب الرسم وبحب ارسم بجانب برضو الشعر، رسمي حلو قوي، وبحب اكون فنانه رسامه كده يعني. تمام ما شاء الله عليك. ان شاء الله باذن الله تكوني يعني حاجه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عايزين بقى نسمع حاجه عن حاجه للوطن. ماشي. نسمعها. ماشي. تمام. وطن. فين احنا على الهوا لسه يا جماعه؟ صح. تعالي تعالي تعالي، عايزة ايه؟ تعالي تعالي. الله حبيبتي بنوتي وحبيبتي. يلا اتكلمي، اسمك ايه؟ ريم. اسمك ريم ايه؟ مصر. طب شوفي الكاميرا. جاية تعملي ايه؟ جايبة ايه ده؟ يا جماعة جايبة لي هدية عيد الأم ونفسها تديها لي على الهوا يعني. تسلم ايدك، تسلم لي عيونك يا رب. هتشوفوا الهدية معايا يعني. الله حبيبتي ماما، تسلمي لي يا غالية يا رب. شوفوا يا جماعة يعني هي جاية دلوقتي وتبوظ مني. الله تسلم ايديك يا حبيبة ماما. تقولي لي ايه بقى؟ يعني كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه، متشكره ليكي يا رب. ربنا يخليكي انت واختك، وربنا يبارك لي فيكم يا رب، ويخلي بابا. كانت عامله لي اغنيه بس علشان الوقت. ميرسي يا حروح ماما، ميرسي. يلا. متشكره ليكي يا زوزو. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب، ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي. بجد مبسوطه جدا، ولو اي حاجه بسيطه على فكره، او كلمه بسيطه للام، او كلمه كل سنه وانت طيبه يا امي، دي بالدنيا كلها. وكل سنه وكل ام بخير وبصحه وسعاده، اللهم امين يا رب. هنسمع منك بقى الفقره. ماشي. وطني وطني احبك لا بديل، اتريد من قولي دليل؟ وطني وطني احبك لا بديل، اتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل، سيظل ذكرك في فمي، ووصيتي في كل جيل،
حب الوطن، حب الوطن ليس ادعاء، حب الوطن عمل ثقيل، ودليل حبي يا بلادي سيشهد به الزمن الطويل. فأنا أجاهد صابرا لأحقق الهدف النبيل. عمري سأعمل مخلصا يعطي ولن أصبح بخيل. وطني يا مأوى الطفولة علمتني الخلق الأصيل. قسما بمن فطر السماء ألا أفرط في الجميل. حبيبتي تسلمي لي، وعلشان الوقت بس ماشي تسلمي لي، يعني إلقاء شعر جميل جدا، وإن شاء الله نشوفك دايما متألقة إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبتي. هتستنونا بعد الفقرة ديت، فقرة تانية في بيت أميرة، اوعى تروحوا في أي حتة.